أجمل إحساس لما تصحى الصبح وأول حاجة تشوفها عينيك هو كم الخضرة دي. إحساس جميل لما تمشي بين الخضرة وتستنشق هواء نظيف. ده لأنك عايش في مكان أهم حاجة فيه هو الاهتمام بالبيئة النظيفة الصحية. هنا في مدينتي البيئة النظيفة والخضرة هو أسلوب حياة. لما اتبنت مدينتي وتقسمت فيلات وعمارات، كان الهدف إنها تبقى مدينة بتطبق المواصفات العالمية في كل حاجة، مدينة خضراء. علشان كده اتعمل حساب المناطق الخضراء الكبيرة اللي بتطل عليها كل الوحدات. ولأن الحياة هنا ليها نظام متطور وكل حاجة محسوبة كويس، اتعمل نظام حديث لجمع المخلفات متطبق في دول أوروبية كتيرة ومش موجود في أي مكان في مصر غير مدينتي. لما بنلتزم بفصل المخلفات عن بعضها بنساعد في المحافظة على البيئة الصحية اللي بترجع لنا في فوائد كتير من منتجات ريسايكل وطاقة نظيفة كلنا بنستفيد منها. وفكرة الأكياس الملونة بتسهل جدا التعامل في البيوت. أنا كمان بساعد ماما وبابا في البيت، مش بس منزل الاكياس قبل ما اعدي العربيه، واحلى حاجه ان ماما بتبقى مطمنه بتسيبني العب حوالين البيت. مفيش احلى من انك تكون عايش في مكان نظيف مفيهوش زباله او حشرات. وفي اخر كل يوم بحس بجد ان عايش حياه كنت بتمناها، مطمن على أولادي وحاسس بأمان كبير حواليا. اليوم لما يبقى منظم في كل حاجة ده معناه إني عايشة حياة صح، أهم حاجة فيها راحة البال. مفيش حد ما بيحلمش إنه يعيش حياة أحسن، حياة فيها حاجات ممكن نشوفها خيالية لكن دلوقتي بقت واقع. عرفتوا ليه الحياة في مدينتي أحلى؟ مدينتي، مدينة خضراء على أرض مصر. مدينتي، مدينة عالمية على أرض مصرية.